السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع الأغواط اللي نقف على الأشغال نتاع المحطة الرئيسية نتاع الأغواط للسكك الحديدية واللي الأشغال انتهت بها، واللي الآن رانا في المرحلة تاع التجارب نتاع الخط شمال جنوب نتاع السكك الحديدية الممتد ما بين محطة بوغزول إلى محطة الأغواط، إذن مرورا بمحطة المسيلة. إذن وهذا هو المحطة يعني الشكل النهائي تاعها، إن شاء الله تكون الخط هذا الشمالي الجنوبي يكتمل إلى حدود الجنوبية للجزائر إلى حدود تمن راس سعين قزام. إذن إن شاء الله يكون فيها خير والسلام عليكم.